ما هو سبب تسمية ميناء بهذا الاسم؟ تقع ميناء في الجهة الشرقية للمسجد الحرام، وتعد أقرب الشعائر المعظمة إليه، حيث تبعد عنه 4 كيلومترات فقط. يحدها من الغرب وادي محسر، ومن الشرق جمرة العقبة، أما من الشمال والجنوب فتحدها الجبال. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أيام ميناء، أي أيام التشريق ويوم النحر، أيام ذكر وعبادة لله سبحانه وتعالى. اختلف أهل العلم في سبب تسمية ميناء بهذا الاسم، فذهب جمهور أهل اللغة والإمام النووي رحمه الله إلى أن السبب يرجع إلى كثرة الدماء التي تراق فيها، والإشارة هنا إلى دماء الهدي، إذ أن ميناء تأتي بمعنى يراق ويصب. وقيل إن سبب التسمية يرجع إلى ما من الله تعالى على عباده بالمغفرة فيها، وقيل لمن الله تعالى على نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بفداء ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام في تلك المنطقة. كما قيل أن سبب التسمية يرجع إلى اجتماع الناس فيها، فالعرب تقول لكل مكان يجتمع فيه الناس ميناء، وثمة غيرها العديد من الأقوال.